حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يقول المولى تبارك وتعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول أيضا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وآيات أخرى كلها توصي بالإحسان للوالدين. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. رغم يعني مرغ في التراب. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. لم يدخل الجنة بسبب عقوقه لوالديه. تسمع بقضايا عقوق وإهمال للوالدين تحير في العجب، تكاد ما تصدقش بأنه ثم شكون توصل بيهم القسوة والدناءة باش يعملوا في والديهم مثل هالأعمال. لكن يويلهم يطول ليلهم، كل الذنوب يؤخرها الله إلى يوم القيامة إن شاء، إلا الظلم وعقوق الوالدين. وهذا مجرب، هذا مشاهد وملموس. ما ثماش واحد هان والديه وخرج من الدنيا من غير ما تهينوا صغاره، واش تعمل يعمل لك. يحكيوا على تاجر عطيه ربي البخت، وإذا سألتم الله فاسألوه البخت. هكا التاجر كل ما يحط فيه يده يجي بسم الله وما شاء الله، حتى ولو التجار الكل غيرين منه والغيرة تذهب الشيرة، وبداوا يربطولوا فيها مع القاضي، واللي ما هوش فيه مخلوق يشريوهوله من السوق، وحس بالتراب محير وخاف ليجيبوه في غاوق، قال: نكرم لحيتي بيدي خير من اللي تكرمها لي الرجال. توكل على الله من تحت حس مس، يبيع في الرزيق اللي عنده الكل. واخر بيعه لمدت بيشاته وفليساته وقام مرته ولده صغير وبات مصباح، قصد بلاد ثانيه، كرى حنوط عمره، كرى دويره وين يسكن، وبدا ربي يعطي بمعطاه، وصار اللي يجي بي حنوط ولا دار ولا بوره ولا جنان يمشي له، وباللي يطلب يعطيه، وكون تركة يالها من تركة، وهو عايش في خيار خيره هو مريته وليده. أي حتى قدر ربي ماتت المرية، قال: ملقى في جنة النعيم، ما نغيرش بنت عمي وما نجيبش الولدي مرتبوه، يمكن تجي حنينة ويمكن تعمل فيه اللي ما يعمل. برا يا زمان ويجا يا زمان، اكبر الوليد صار يحض المخذة، قال له: يا ابوي خذ لي مرأة. ايش بي؟ قال له: يا ذا نهار المبروك، بنت شكون تحب ناخذ لك يا ولدي؟ قال له: بنت سيف. لا، خوها صاحبي وهما ناس كابر. قال له: ليدي زعما يعطيونا حتى ونسميه برانية؟ قال له: ندق الباب ونسمع الجواب. من غدوة تهمم هكا الراجل ومشى للدار اللي نعتوا عليها ولده، دق الباب، خرج له مولا الدار، عرفوا ما هو راجل مصري ومعروف. دخلوا البيت السهرة، بيت السهرة كانت تحل على السطحة وعندها باب يحل في السقيف. قعدوا مشوار، ومن قال له مولا الدار: شنو هذه الزياره يا سي فنان؟ قال له: يا سيدي جيتك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب، بنتك فلانه الولد فلان. سيبوا الطفله هبط راسه، قال له: شوف يا سي فلان، هو اللي خطبك عزك، اما كيما تعرف ولدك عايش في ظلك، لا عنده صنعه لا منعه، لا عنده حويجه تحت راسه. قال له: كيفاش تقول هالكلام يا اخي؟ انا شكون عندي غيره؟ رزقي ما هو شي رزقه. قال له: لا يا خويا، رزقك رزقك ورزقه رزقه. اظهر لك غدوة تلقى روحك وحدك، تقوم تاخذ مراء وتعمل عش جديد وتجيب صغار اخرين، بنت شكون بيها وهي متربية في العز؟ اذا ولا بد تكتب له الرزيق الكل. قال له: كيفاش ونخلي راسي على حجرة؟ قال له: ليه ليه على حجرة يا اخي؟ ودك ماشي لو حكا. وقعد يحفر تحت منه حتى ارطابك الراجل هذاك. ومنها قالت هي: اليوم ليلو غدوة ليلو. ومشاو جابوا الشهود وسمع له في الرزيق الكل، وفرد مرة كتبوا صداق البنية والوليد، ما هو فرد مصروف. أيا من طولوا بحديث عرسوا، وبدا هيك الولد يجري ويقول يقلت الحيل، تقول له طيح في البير
يقول لها قصير، وليلة العين ما هاجيها شيء، أي حبلت جابت وليد وزاد راسها كبر. نهاروا هما دايرين ياكلوا، غزت الرجلها وقالت له بوك ما كلتم شوما يرمك ياسر ويقززني يصير ياكل وحده. قال له قيم لوحده، ولا هيك الشايب يقيم له ياكل وحده. دهتهت له مدة أخرى، قلت له بوكي كح ياسر وكيف يرقد يشخر وما يساعدنيش، أو كي يسكن في الرواة. قال له يا بنتي كيفاش تسكن بويا في الرواة مع الحصان؟ قلت له واش مشيتي خايف علي لا يغزلها يا بوك يا أنا. وقعدت عاملت له الهم سهم حتى استلزم صبر وحول بوه يسكن في الرواة مع الحصان. زاد دهدت له مدة وقالت له راهو بوك ما يساعدنيش في الرواة، اللي يجي يبدا يسألني هذا شكون نقعد نتغصور. قال لها وين نديه؟ قالت له يمشي يدبر راسه يا اخي وصبية خايف عليها. وقعد يتداقل معاها وقت، ومنها جلبوه وقال له يا بويا راهو دبر وين تسكن على روحك. قال له وين يا وليدي مشي نتلوح فيها البرد؟ قال له دبر راسك ما بيدي ما نعمل لك. قال له يا وليدي خلي حتى يطلع النهار ونمشي على روحي. لا قال له تو اخرج على روحك. يا وليدي قال له باهي تو الدنيا برد هاطيني حتى باش نتغطى. ولده هذا مغروم ياسر بحصانه، وكل شتوية يشري وزرة يغطي بها الحصان، وهيك الوزرة القديمة ينحيها. خمم قال له لتخمم، ومنها قال له أنا اليوم شريت وزرة جديدة للحصان، أهي تو نعطيك الوزرة القديمة. نهدك الشايب تنهيدة تنشف البحر، ولغلغت عينيه بدموع، قال له يا وليدي هنت عليك حتى ولا الحصان عز مني، أي ربي يهدي واللي هون بيدك فيه البركة. نادى هيك الرجل ولده الصغير ولا حتى هو كشنيتي، قال له برا جيب هيك الوزرة القديمة نعطيها لجدك، وخلي جديدة نغطي بها الحصانة. يمشي هيك الولد يجري يقيم هيك الوزرة ويجيب المقص يقصها في اثنين. شافوا جده بدا يتناجر هو وياه، سمعوا ولده عيط برد عيطه، تي قال له تشبيك تي ديما في نكدم تاعك، مره انت والمراه ومره وانت والطفل. قال له يا وليدي تي ما حبش يعطيها لي كامله، اعطني كرشطر، كان غطيت راسي تتعرى سقيه وكان غطيت سقيه يتعرى راسي. غزر هيك الرجل لولده الصغير وقال له ليه وليدي ليه قصيتها وما اعطيتها لوش كامله؟ قال له ولده وانت بعد كيف تكبر وتولي كيف باش تتغطى؟ اشطر الثاني خبيت هولك الكبرك. شالها الراجل فرد شالهيقة ورجع له شاهد العقل، وكبش في بوه يبوس له في راسه في سقيه، وهو يقول له يا بويا سامحني ويرحمهم كيف قالوا، الذرية في الدار والزمان غدار، وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.